Quoi de neuf santé. في كواد 9 سنتي كالعادة قدموا لكم آخر الدراسات الطبية والعلمية، طريقة جديدة لفهم اضطراب الوسواس القهري وأمل العلاج من نتائج بحثية جديدة تشير إلى أن المصابين بهذه الاضطرابات قد يكون إحساسيا بذواتهم أكثر مرونة من غيره. لعديد القرون ظن اضطراب الوسواس القهري يحير العلماء، وهو يصيب 1 من كل 50 شخص، ويمكن أن يتخذ صور عدة، منها على سبيل المثال الوسواس القهري بضرورة ترتيب الأشياء في مكانها الصحيح وبالضبط، أو التأكد من أن الموقد مطفئ 10 مرات من التالي، حتى إلى أن أحد أنواع اضطرابات الوسواس القهري اللي يعاني منه نصف المصابين بهذه الحالة المرضية تقريبا يستدعي لديهم رغبات ملحة لا تقاوم في الاغتسال، ومن الممكن أن يقضي المصابون بهذا النوع ساعات وساعات في فرك أيديهم بامتعاض بعد لمس شيء عادي كما الباب، رغم علمهم جيدا بأن هذا الفعل غير منطق. احدى اهم المشكلات المرتبطه باستخدام العلاجات المتاحه اليوم تكمن في ان تلك العلاجات كثيرا ما تضع المريض تحت الضغط النفسي هائل، على سبيل المثال ويتضمن خط علاج الاول العلاجات الغير دوائيه، حث المرض على لمس الاغراض عده مرات والامتناع عن غسل اليد بعدها. كما تشير الدراسات اللي اجراها فريق البحث من جامعه كاليفورنيا من سان دييغو ان المصابين باضطرابات الوسواس القهري يشعروا بان اليد الزائفه هي يدهم، وذلك حتى عندما مر القائم بتجربة الفرشاة على اليد الحقيقية واليد المطاطية بصورة غير متزامنة معا كما تم ذكره في البحث اللي قاموا به، وينشأ هذا التماهم على ارتباطات إحصائية يستنتجها الدماغ من مداخلات حسية اللي ترد عليها، فيشعر المرء بالفرشاة تمرر على يده التي لا يمكنه رؤيتها. وتشير هذه الدراسات المجتمع أنه الذات تكون طيعة أكثر لدى المصابين باضطرابات الوسواس القهري، ويمكن تفسير كونهم أكثر تعرضا لوهم اليد المطاطية بوجود خلل في تنظيم المواد الكيميائية لديهم مثل الدوبامين. وتشير الدراسات أيضا أنه مجرد استحثاث خضعة اليد المطاطية يمكن أن يؤدي تلويث اليد الزائفة إلى تنشيط وحدات الدماغ المشاركة في الشعور بالإشمئزاز. وتوضح هذه التجارب كيف أن مراكز الدماغ اللي قد تبدو وكأن بعضها غير ذي صلة ببعضها يمكن أن تتفاعل معا بطريقة ديناميكية لنسج خيوط الواقع الإدراكي، وبالفعل فإن توفير المثير المادي المناسب لبضع دقائق قادر على جعل شخص ما يتخلى عما تعلمه طوال عمره من اليد المطاطية جزءا من الجسم. كما سجلت الدراسة الارتياح عند مراقبة نفس المرضى وهو يغسل يده، مما يشير إلى أن ردود الأفعال إشمئزازية شديدة العنف مثل تلك التي يشعر بها الشخص في سياق نفور من التلوث الشبيه باضطراب الوسواس القهري يمكن أن تؤدي إلى نهاية المطاف إلى كسر الحاجز بينه وبين هذا التلوث. الأمر المثير للدهشة أنه تم وجود بالنسبة للأشخاص المصابين بأعراض اضطراب الوسواس القهري لم يكن من المهم أن يكونوا هم المعرضين للتلوث أو القائم بالتجربة، بل كانوا يشعرون بالإشمئزاز بالقدر ذاته في كلتا الحالتين. وهذا وتفسر الدراسة عن علاجات جديدة لاضطرابات الوسواس القهري، لا سيما أن العلاجات التقليدية تتطلب من المرضى لمس أشياء مثيرة للإشمئزاز ثم تريهم أنه لا ضرر سيصيبهم عندما لا يغسلون أيديهم، أن نتيجة مثل هذه العلاجات ليست جيدة دائما، وأن المرضى يشعرون بالقلق الشديد في لمس الأغراض الملوثة. هذا وتبقى اضطرابات الوسواس القهري حالة مرضية محيرة تطمس حد الفاصل بين العقل والجسد والواقع والوهم، حتى أن الشخص قد يضطر إلى خداع دماغه لكي يتغلب على مرضه وهو في ذلك يحارب وهما بوهم آخر. كانت هذه كواد 9 سنتي بالنسبة لليوم. Quoi de neuf santé.